بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي، مرحبا بكم من جديد. عدنا مع الدرس الثاني في الظواهر الكهربائية واللي هو ثنائي القطب أهل. قبل ما نبدأ الدرس ما تنساوش أبنائي المشاركة في القناة، صابوني وكذلك بالضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد وتعم الفائدة على الجميع. بسم الله ننطلق في الدرس. فالدرس هو ثنائي القطب أغال. إذا بعد ما درنا الأغشي الآن نروحوا للأغال، نبداو بتعريف الوشيعة. ما هي الوشيعة في رأيك؟ بعد ما تحدثنا عن المكثفة نتحدث الآن عن الوشيعة. ما هي الوشيعة؟ إذا نقول الوشيعة هي سلك ناقل، سلك ناقل مغطى بطبقة عازلة ملفوف حول أسطوانة عازلة. إذن هذه هي الوشيعة. واش هي الوشيعة؟ نجيبو سلك، خيط سلك، نجيبو السلك هذاك نغطيوه بطبقة عازلة لأن الأصل تاعو راه ناقل، لكن نغطيوه بطبقة عازلة. ثم بعد ذلك كي نغطيوه بطبقة عازلة ونخلصو نلفوه على أسطوانة، معناها هكذا، ونجيب ندورو. هذه هي المكثفة تاعنا. بماذا تتميز الوشيعة تاعنا؟ الوشيعة سميوها لابوبين. الوشيعة نسميوها لابوبين. بماذا تتميز؟ إذا تتميز الوشيعة بمقدارين. تتميز الوشيعة بمقدارين. في رأيكم ما هما المقدارين هذو اللي تتميز بهم الوشيعة؟ إذا مقدارين هكذا، شوفوا كيف نرسموها. سلك ناقل ونكتبوا فوقها ال اخ. هذه هي الوشيعة تاعنا ال اخ. هاي الوشيعة تاعنا. ها دونك ما تسميش، قلت بمقدارين، ما هما؟ اغ اغ مقاومة داخلية. تلاحظوا كتبناها مينوسكول، مقاومة داخلية، معناها راهي هي كذلك ناقل اومي والوحدة تاعها اوم. هكذا راكم تلاحظوا. بينما ال من لاندكتونس هي ذاتية الوشيعة. لاندكتونس وش هي الوحدة تاعها؟ الوحدة تاعها هنري، ونرمزو لها اش. ها ذاتية الوشيعة. باش تتعلق ذاتية الوشيعة؟ تتعلق ب نوع السلك، طول السلك، عدد اللفات ولا نقولوا الحلقات، وكذلك نصف قطر الحلقة أو اللفة. إذا فذاتية الوشيعة عندها علاقة به، عندها علاقة بنوع السلك، طول السلك، عدد اللفات، نصف القطر اللفة. فلما نقول نوع السلك، السلك هذا هو من مادة ناقلة، لكن فرق بين كي تكون محطوط مخدومة من النحاس ولا مخدومة من معدن آخر مثلا حديد، ماهمش كيف كيف في الناقلية تاعهم. دونك فهي عندها علاقة بالنوع، بالطول تاع السلك، بعدد اللفات، وبنصف قطر اللفة. هذه هي الوشيعة. دونك الوشيعة هي نشبهوها الرسور، رسور تاعنا في الشكل تاعها. نقول الآن عمل وشيعة في دارة كهربائية. عمل وشيعة في دارة كهربائية. إذا الوشيعة هذه يا الأولاد وش تدير في الدارة الكهربائية تاعنا؟
الوشيعه واش دير في الدار الكهربائيه تاعنا. عمل الوشيعه في الدار الكهربائيه. دونك الوشيعه هذه واش دير في الدار الكهربائيه؟ نقولوا نحقق التركيب التجريبي التالي. لاحظوا معايا التركيب التجريبي اللي حين نحققه. عندي ناقل اومي اخ واللي نسميوه معدله ودوك نقول عليه مصباح الان بالشكل هذا. نربط معاهم وشيعه هكذا ومصباح ال2 هكذا، وهذه الوشيعه ال ار، وهذا ناقل اومي سميوه معدله. وشكلوا دارة كهربائيه، عندي مولد، عندي قاطعه ك بالشكل هذا. دونك واش درنا؟ المصباحان ال1 و ال2 متماثلان، مصباحان متماثلان، مصباحان متماثلان. الآخ معدلة، شو معناها معدلة؟ معناها مقاومة متغيرة نضبطها على واه نضبطوها R تساوي R بالشكل هذا. شوفوا هذه مقاومة، كي نحطوا لها السهم هذا نوليو نسميوها معدلة. واش معناها معدلة؟ معناها المقاومة هذه نغيروا لها في القيمة تاعها كيما نحبوا حنا. حنا واش درنا؟ ضبطنا المقاومة هذه باه تولي تساوي المقاومة الداخلية تاع الوشيعة. دونك درنا المصباحان ال1 و ال2 متماثلين، درنا المعدلة وضبطناها باه تولي تساوي القيمة تاع المقاومة الداخلية تاع الوشيعة. عندي مولد يمر التيار بالشكل هذا، كي يوصل التيار هنا يتقسم اي ان و اي دو. نتوقفوا مع الاذان ونكمل. اذا قلت معدله نضبطوها على ار تساوي ار، وشيعه ال ار، المصباحان ال او ال دو متماثلان. تلاحظوا بلي الفرع هذا يوازي الفرع هذا، تسمى هادو راهم على التفرع. فلما يجينا التيار من مكان اذا الفرعان هادو متوازيين، كي يجينا التيار يوصل هنا يتقسم بين الفرع هذا والفرع هذا. اذا جزء يمر على الناقل الاومي وجزء يمر على الوشيعه. اول حاجه واش رايحين نلاحظوا؟ رايحين نلاحظوا باللي عندنا المصباح ال1. دونك الملاحظه ما هي؟ الملاحظة المصباح الآن يتوهج مباشرة، هذا يتوهج، بينما المصباح الدو يتوهج لكن تدريجيا. لاحظوا الكلمتين هنا مباشرة وهنا تدريجيا، وبعد مدة زمنية
يتماثل توهج الان وال. اذا هذه الملاحظه، واش تقول الملاحظه؟ تقول باللي المصباح الان يتوهج لنا مباشره، الان يتوهج مباشره، بينما المصباح ال2 يتوهج تدريجيا. هذا يشعل، هذا تدريجي، هذا مباشر وهذا تدريجي، مباشرة تدريجيا. إذا هذه الملاحظة، فلما نحطوا رسم اهتزاز مهبطي، واللي ما شافش الدرس تاع رسم اهتزاز المهبطي يروح قائمة التشغيل تاع ثنائي القطب ار سي، راح يلقى رسم الاهتزاز المهبطي كيف يربط. إذا رسم الاهتزاز المهبطي لو نحطه هنايا بين طرفي ناقل أمي وبين طرفي وشيعة، رايحين نلاحظوا هكذا، هكذا اي في الناقل الأمي، في الوشيعة. إذا هذا تاع الآر وهذا تاع الآر، هذا تاع الناقل وهذا تاع الوشيعة. إذا واش لاحظنا؟ لاحظنا باللي التيار في الناقل الأمي يعدي بشكل مباشر، بينما التيار في جهة الوشيعة يعدي بشكل تدريجي وفق نظامين، نظام انتقالي ها هو، وبعد مدة يصبح نظام دائم هكذا. تفهمنا؟ إذا الاستنتاج، الاستنتاج التيار يمر بشكل مباشر في الناقل الأمي، بينما يمر تدريجيا في الوشيعة، يمر تدريجيا في الوشيعة. لاحظوا تسمى في الوشيعة، بدا في الدروس السابقة تكلمنا على النظامين الدائم والانتقالي، معناها هنا دوك تعرفوا شو هو الدائم وشو هو الانتقالي. فعندي هذا النظام الانتقالي وهذا النظام الدائم، فنقول يمر تدريجيا في الوشيعة وفق نظامين. ما هما هذين النظامين؟ نظام انتقالي ونظام دائم. وبعد مدة زمنية اللي كما العادة مادا تعرفوهم إذا نكتبوهم، اللي هي 5 تو، هنا يولي المصباحان ال1 و ال2 متماثلين في النظام الدائم، في النظام الدائم يتماثل توهج الان وال2. اذا هذا هو الاستنتاج. فالسؤال المطروح الان، واش هو دور الوشيعه في الداره الكهربائيه؟ واش دارت الوشيعه؟ التيار هنا عندها مباشره، التيار هنا عندها بشكل تدريجي. اذا الوشيعه واش دارت؟ فنقول الوشيعه تعمل على تاخير مرور التيار الكهربائي، فهي تقاوم التيار الكهربائي، هي تمانع مرور التيار الكهربائي. مفهوم دور الوشيعه ما هو؟ فنقول اذا النتيجه تاعنا ما هي؟ النتيجة فهذه الملاحظة والاستنتاج، النتيجة الوشيعة تمانع مرور التيار الكهربائي، أي تعمل على تأخيره. النتيجة الوشيعة
تعمل على تأخير مرور التيار الكهربائي في النظام الانتقالي فهي تعمل على تأخير التيار، فنقول تمانع تؤخر تقاوم. هادو بكل تلقاوهم. تمانع ماذا؟ تمانع مرور التيار الكهربائي في النظام الانتقالي. هذا هو دور الوشعة في الدارة الكهربائية، ما تخليش التيار يعدي مباشرة، وإنما يعدي بشكل تدريجي، فنقول تجعله يمر بشكل تدريجي. فهذا هو دور الوشعة في دارة كهربائية. الآن يجينا التفسير، فما هو تفسير هذه الظاهرة؟ لماذا الوشعة تعمل على تأخير مرور التيار الكهربائي؟ ما هو تفسير الظاهرة؟ إذا التفسير بسيط جدا. لاحظوا معايا الدارة الكهربائية، نعود ونرجع لها. لاحظوا معايا الدارة الكهربائية هكذا، لما يعدي تيار كهربائي يجي هنا، جزء يمر هنا بشكل مباشر، جزء يمر هنا بشكل تدريجي. هنا واش يصرى؟ في وسط الوشعة يجي التيار هذا ها، لكن يخلق في وسطها تيار آخر عنده علاقة بالكهرومغناطيسية إلى غير ذلك، وهي خارج البرنامج تاعنا. فالتيار هذا يمانع مرور التيار هذا في النظام الانتقالي، فيستغرق مدة زمنية حتى يمر. فالتفسير نقول عند مرور التيار الكهربائي في الوشعة هكذا ينشأ بداخلها تيار تحريضي يعمل على تأخير وعرقلة مرور التيار الكهربائي. هذا واش يصرنا في وسط الوشعة، يكونوا كاينين تياران، تيار كهربائي وتيار تحريضي، هذا يعمل على عرقلة هذا. فوش يحدث لي هنا؟ تحدث لي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. هذا وش يصرى لي في وسط الوشعة؟ فهذه هي الظاهرة اللي تشرى، اللي تخلي الوشعة تمانع مرور التيار الكهربائي. وأكرر في الدرس تاعنا راهو درس كهرباء ماهوش مغناطيس، إذا أنتم تحتاجوا التفسير فقط، ما ندخلوش في العمق تاع الكهرومغناطيسية وتاع العلاقات إلى غير ذلك. تفهمنا وش صارنا في الوشعة؟ إذا نفرضوا الآن نفتحوا القاطعة، نفتح القاطعة هاي. كي نفتح القاطعة وش صارنا؟ هذا يطفى، هذا يطفى بشكل تدريجي كيف. فنقول أن المصباح هذا يطفى، بينما هذا يطفى بشكل تدريجي لأن التيار يستغرق وقت ما يعدي. فلو نبقاو نلعبوا بالقاطعة نفتحوا ونغلقوا، في الحالة هذه المصباح L1 يتحرك لأنه التيار رايح جاي، بينما المصباح L2 ما يشعل ولا شيء، ما يتوهج ولا شيء آخر. فبنلخصوا حنا واش نقولوا؟ نقولوا باللي الوشيعة تعرقل مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية. هذا هو الدور تاعها اللي لازمكم تعرفوه. إذا أكرر، الوشيعة تعرقل مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية. الآن شوفوا التوتر بين طرفي الوشيعة. إذا عبارة التوتر
بين طرفي وشعة. قلنا الوشعة ننزلها هكذا، لاحظوا معايا جيدا، هاي الوشعة ال عندها مقاومة داخلية وذاتية، هاي المقاومة وهاي الذاتية. إذا هنا وكأني بالشكل هذا، ها تسمى مقاومة داخلية، معناها في وسط الوشعة كاينة مقاومة، وبالتالي عبارة التوتر راح تكون عبارتين، عبارة في هذا التوتر تاع الوشعة راح يكون هو هادي وهادي. فتوتر الوشعة U B، توتر الوشعة U B، حرف البي من بوبين، هو الـ U L والـ U R. فتوتر الوشعة يتقسم إلى قسمين، قسم عنده علاقة بالذاتية، وقسم عنده علاقة بالمقاومة الداخلية R، بالشكل هذا UL و UR، والUB هو المجموع تاعهم. فنقول أن UBT عبارة عن ULT زائد URT، هكذا التوتر بين طرفي الوشعة هو مجموع توترين. لاحظوا التوتر تاع الوشعة هو التوتر تاع الذاتية والتوتر تاع الناقل الأومي. التوتر تاع الناقل الأومي هاو URT ناقل أومي، بما أنه ناقل أومي إذا يطبق عليه قانون أوم RT، هكذا. فنقول أن URT هي RT ناقل أومي، والULT ظاهرة التحريض. وش تدير الوشعة في دارة كهربائية؟ تعرق المرور، التيار تؤخره. شكون المتسبب في الظاهرة؟ هي الذاتية ال، الذاتية ال. فال يعمل على تغير التيار بتغير الزمن، فنقول ال هو ال دي تي على دي تي. اذا ال دي تي على دي تي، فهذه هي الاو بي تي بالشكل تاعنا. فتوتر الوشعة هو توترين، توتر عنده علاقة بالذاتية، وتوتر عنده علاقة هذا تاع الذاتية وهذا تاع الناقل الأمي. إذا ما ننساوهاش، نفهموها مليح. توتر الوشعة هو جزئين، جزء اللي عنده علاقة بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي، وجزء اللي عنده علاقة بالناقل الأمي بالشكل هذا. وعلى هذا الأساس راح يكون عندنا نوعين من الوشائع، ما دام توتر الوشعة هو فيه جزئين U B هو الـ UL والـ UR، فراح يكون عندي نوعين من الوشائع. إذا قلت عندنا أنواع الوشائع، عندنا نوعين. عندنا الوشعة اللي يقولوا عليها صرفة، معناها صافية مثالية، وعندي الوشعة اللي يقول عليها غير صرفة، هي حقيقية أي غير صافية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الآر، هنا آر يساوي الصفر، وهنا الآر لا يساوي الصفر، هذا هو الفرق بيناتهم. فنقول هذه الوشعة الصرفة مقاومتها الداخلية معدومة، هي في الحقيقة ماهيش معدومة أي مهملة، لأنه ما كانش اللي ما عندهاش مقاومة داخلية، لكن نعتبروها معدومة مهملة، نعتبرها
معدومة هكذا. فهذه الاخ تحي شاوي الشفر معناها كي نرسم واشيعة هكذا رايحة نكتب ألف فقط. ومادام نكتب ألف فقط معناها عبارة التوتر تاعنا تاع الواشيعة هي أو ال فقط اللي هو ال دي تي على دي تي. معناها لاحظوا جيدا ما كانش جزء المقاومة، هذه تسمى واشيعة صرفة ما عندهاش مقاومة داخلية. نكتبو هنا ال، هنا ندير ال دي تي على دي تي. بينما هذه الواشيعة غير الصرفة مقاومتها الداخلية غير مهملة. ما معنى ذلك؟ معناها غير معدومة، وبالتالي الأخ تاعها لا يساوي الصفر. هذا هو الفرق. تسمى كي نحط واشيعة رايحة تولي الأو بي تي هي الجزئين، هي الأو ال زايد الأو ار. تسمى هي ال دي اي تي على دي تي زائد ار اي تي. إذا ميزتولي بين الوشائع، تولوا عندي واشيعة صرفة وواشيعة غير صرفة. الصرفة هي اللي ما عندهاش مقاومة داخلية، والغير صرفة هي اللي عندها مقاومة داخلية. ها هذه ال فقط تسمى عندها غير جزء التغير تاع التيار، بينما هذه عندها ال وعندها ال بالشكل هذا. وصلنا للجزء اللي راح نميزه. هنا نقول في النظام الدائم، واش يصرى في النظام الدائم؟ في النظام الدائم قلنا يثبت التيار، لانه مصباحان يتوهجوا كيف كيف، يثبت التيار عندها. لاحظوا واش راح يصرى في النظام الدائم، التيار يولي ثابت. ها كي يثبت معناها المشتقة تولي صفر. هذا واش يصرالي في النظام الدائم، لأن المصباحان يتماثلوا في التوهج تاعهم. لاحظوا واش يصرى في النظام الدائم، المصباحان يتماثلان معناها التيار يثبت، المشتقة معدومة. كي نرجعوا للواشيعة الصرفة، هذه الواشيعة الصرفة في النظام الدائم الأو بي هو الأو ال وهو ال دي اي على دي تي. في النظام الدائم هذا يروح بصفر، إذا هذه تولي صفر، يولي الواشيعة ما عندهاش تأثير. فماذا نقول؟ نقول سلوك الواشيعة الصرفة في النظام الدائم هي أو هو سلوك هو سلك ناقل، معناها خيط توصيل. تسمى الواشيعة هذه تولي عبارة عن سلك، عبارة عن خيط، خيط إلكتريسيتي، خيط كهربائي يوصل التيار الكهربائي فقط. هذا هو سلوك الواشيعة الصرفة في النظام الدائم. كي نرجعوا للواشيعة الغير صرفة، هذه الواشيعة غير الصرفة ف
في النظام الدائم. هي عبارة عن مجموع، مجموع. دونك نقول U B T هي L D T على D T زائد R T هكذا. في النظام الدائم هذا يروح بصفر وهذا يروح ب E. دونك واش يولي يساوي R E. تما بقى R. إذا ماذا نقول؟ ناقل أمي. فسلوك، سلوك الوشيعة الغير الصرفة في النظام الدائم هو ناقل أمي، معناها مقاومة. ناقل أمي مقاومة، معناها الوشيعة تولي هك بالشكل هذا. إذا أكرر، سلوك الوشيعة في النظام الدائم يختلف حسب النوع تاعها. كي تعود وشيعة صرفة اللي هي هذه، الآخ تاعها معدوم في النظام الدائم، يولي التوتر معدوم، إذا فهي خيط توصيل شيك. بينما الغير صرفة عندها ناقل أمي، في النظام الدائم تولي R E فهو مقاومة. فلما يطرح عليك سؤال يقول لك ما هو سلوك الوشيعة في النظام الدائم، باه تجاوب هل هي سلك ناقل أو ناقل أمي، لازمك أولا تعرف النوع تاعها، هل هي صرفة أو غير صرفة. بمعرفة النوع تعرف السلوك، فهمنا؟ ركز معايا، بمعرفة النوع تعرف السلوك. إذا قال لك برهن أو أثبت هذا السلوك، تعاود له هذه. إذا ما قال لكش أثبت، تكتب له فقط بلي سلوك الوشيعة يتغير بتغير نوعها. كي تعود صرفة هي سلك ناقل، وكي تعود غير صرفة هي ناقل أمي. ندخل عنصر جديد وهو ثابت الزمن. إذا ثابت الزمن طو، ما هو تعريف طو؟ تعريف، إذا كي العادة كما في النووي كما في الكهرباء إر سي، نفس الشيء هنا نعتمد على رقمين هما 63 و37. فتعريفه ماذا نقول؟ هو الزمن اللازم لبلوغ شدة التيار في الوشيعة عند تطبيق التيار. كي نقولوا عند تطبيق التيار معناها وجود المولد، وجود المولد هو الزمن اللازم لبلوغ شدة التيار في الوشيعة عند تطبيق التيار وجود المولد 63% من قيمته الأعظمية، معناها اي لطو 0.63 اي. هذا كي نطبقوا التيار. ف لو نعودوا في غياب المولد، معناها عدم تطبيق التيار. في الحالة هذه واش نلقاو؟ نلقاو اي لي طو هو 0.37 اي بالشكل هذا. ف بنوجدو في تطبيق التيار اي، يجينا هكذا، هذه هي القيمة العظمى، وعدم تطبيق التيار اي هكذا القيمة العظمى. فهنا
نديرو 0.63 في القيمة العظمى ونسقطو. وهنا في القيمة العظمى ونسقطو. ماذا يمثل طه هندسيا؟ هو فاصلة نقطة تقاطع المماس هكذا. هلا ثابت الزمن هندسيا هو فاصلة نقطة تقاطع المماس مع المماس للمنحنى عند المبدأ مع الخط المقارب الأفقي. ما معنى ذلك؟ هاو الخط المقارب الأفقي هنا، هاو المماس، هاي النقطة، هاو الطول، وهاو الخط المقارب الأفقي هنا، هاو المماس، هاو الطول. تفهمنا؟ الإثبات كذلك تاع هاد النقطة، أرجعوا لدرس الإغشي تلقاو الإثباتات تاعو مهما تكن. راحين تلقاو ثبتنا من النوع هذا، لما المماس يقطع الخط المقارب الأفقي هذا لدالة متزايدة، وثبتناها من أجل هذا في كل الاحتمالات، من أجل الطاقة ومن أجل بقية البيانات. إذا ما عليكم غير ترجعوا إلى جزء الإغشي تلقاو إثبات المماس وإثبات تيان دومي كذلك. النظام الدائم يبدأ في الخمسة طو هكذا، والشروط تاعنا هنا إي لي زيرو يبدأ من الزيرو، وهنا إي لي زيرو يبدأ من إي. هنا وجود مولد تطبيق تيار، وهنا غياب مولد عدم تطبيق تيار. عبارة الطو هو ال على اغ زائد اغ، هذه هي عبارته. الان يجيو الاولاد يقولوا لي سؤال، ما معنى تطبيق تيار وعدم تطبيق تيار، وجود مولد وعدم وجود مولد، ما معنى ذلك؟ المولد هو المنبع. نعطيكم تشبيه بسيط، الوشيعة تاعنا تشبه تويو تاع الماء، ما نبليش كيفاه تقولوا لها ليسونسيال طرومبا، تويو اللي يمشي فيه الماء. نفرضوا حنا تويو طويل في جنان ولا في تاع لي بومبيي الى غير ذلك، موصول جزء في العين في الغوبيني وجزء في الاخير. حنا كي نقول تطبيق تيار معناها تويو راهو مربوط في الغوبيني وحنا فتحنا الغوبيني. في الحالة هذه كي نفتحوا الحنفية الماء مش راح يروح لي في البو، نو، راح يستغرق مدة زمنية باه يلحق البو. في الحالة هذه رانا نطبقوا في التيار وجود المولد اللي هو المنبع تاع الماء الغوبيني، بعد مدة زمنية يلحق لنا الماء للبو تاع التويو تاع الماء. دونك طبقنا التيار بعد مدة زمنية هي مدة النظام الانتقالي. هنا يكون الماء يمشي بالشوي، هنا يولي يمشي بشكل عادي. الآن نفرضو قفلنا العين، غلقنا الروبيني، غلقنا الحنفية تاع الماء. في الحالة هذه ماشي مع نغلق الماء يخلص من تويو، لا، رايح يخلص بشكل تدريجي. في الخمسة طو ينعدم الماء، فهذا هو تشبيه الوشيعة، تطبيق تيار وعدم تطبيق التيار. عبارة الطو هو ال على اغ زائد اغ، نديرو له تحليل بعدي. وقبل ما ندير تحليل بعدي لاحظوا معايا جيدا، بين الطو والال تناسب طردي. واش تلاحظوا؟ كل ما تزيد الذاتية
تجداد المدة على النظام الانتقالي. كل ما تزيد الذاتية تجداد المدة على النظام الانتقالي، أي تجداد العرقلة عمل الوشيعة. فالتناسب هو طردي. كل ما تزيد الذاتية تزيد ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي، تجداد العرقلة، التيار تزيد مدة النظام الانتقالي. والعكس صحيح، كل ما ينقص الآل ينقص الطو، تنقص المدة هذه. تفهمنا؟ التحليل البعدي للطو، التحليل البعدي للطو. كي نجي ندير التحليل البعدي للطو، نعتبر الطو هو آل على R. نحيل الناقل الأمي هذا، لأن في الوحدات على بالي هذا أم هذا أم نفس الوحدة، نجمعهم نفس الوحدة، إذا ما نحتاجش نكتب دو زير وإنما نكتب R وحدة. تفهمنا؟ ملاحظة برك بين قوسين، كي قلت تناسب طردي معناها كل ما يزيد يتزيد هكذا هكذا، ثم حديني بالشكل هذا. هذه كي نقولوا ال1 وهذه ال2، على بالنا باللي ال2 ال2 راهي اكبر من ال1. تفهمنا؟ كملاحظه فقط. الان نروح ندير تحليل البعدي تاع الطو ونشوفوا الطو تاعنا، ناكدوا عليه باللي راه وحده زمن. فباه نوجد وحدة الطو لازمني أولا نوجد وحدة الآلة ونوجد وحدة الآر. دونك حنا على بالنا بلي الأو آل هو آل دي إي تي على دي تي. نخرجو الآل، هي الأو آل على دي إي تي على دي تي. شفتو على هذا؟ هي هذه على هذه. كي ندير لها التحليل البعدي تاعها، ال الاي هو بوحدة الفولت، قلنا ما نكتبوش وحدات وانما نكتبو الحروف. الاي شدة التيار على تي، دونك هي او في تي على اي بالشكل هذا. عندنا التحليل البعدي نتبعوه فقط، عندي او ار تي URT هي RIT. كيف كيف R هي URT على IT. إذا بالتحليل البعدي راح نوجدو باللي R U على I. نعوضو في طو، نعوض في راح نوجدو طو هي ال على ار. دونك هذا الكسر الكبير، عندي او في تي على اي او او على اي. واش تلاحظوا؟ تروح او على اي و او على اي، واش يبقى؟ يبقى تي. فماذا نقول؟ نقول مباشرة طو متجانس مع الزمن وحدته هو سكوند بالشكل هذا. اذا هذا التحليل البعدي لطو، ركزوا معاه. فقط نديرو تحليل بعدي لـ L والتحليل البعدي لـ R، ثم نعوضهم في زوج في الطو، نلقاو التحليل البعدي لطو وهو ثابت زمن. اسمه يدل عليه، لكن لازمنا نديرولو تحليل بعدي. وهكذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول لدرس الأغال، في انتظار بقية الدروس لتوجدوها بكل في القناة. ما تنساوش المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة، لأن البكالوريا بإذن الله لهذه السنة 2020 هي بكالوريا سهلة
نظرا للظروف التي تمر بها او يمر بها العالم وليس البلد فقط. وفي انتظار ذلك كالعادة اطلب منكم الضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وكل من لم يشارك في القناة يشارك في القناة فضلا وليس امرا بالضغط على زر سابوني، وكذلك مشاركة القناة والفيديوهات مع زملائكم حتى تعم الفائدة على الجميع ونربح الأجر جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.